السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا وسيدنا محمدًا عبد الله ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، ففي هذا اليوم الأحد 27 من الشهر الثامن من عام 39 و400 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، نستأنف الدروس العلمية في تفسير كتاب الله عز وجل وشرح حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، سائلين الله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علمًا نافعًا وعملًا صالحًا، إنه جواد كريم. نعم، آيات الصيام. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أياما معدودات، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، فمن تطوع خيرا فهو خير له، وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصمه، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام العلامة عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله تعالى في كتابه تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان، قال رحمه الله:
يمتن تعالى على عباده. قال رحمه الله: يخبر تعالى بما من به على عباده بأنه فرض عليهم الصيام كما فرضه على الأمم السابقة، لأنه من الشرائع والأوامر التي هي مصلحة للخلق في كل زمان، وفيه تنشيط لهذه الأمة بأنه ينبغي لكم أن تنافسوا غيركم في تكميل الأعمال والمسارعة إلى صالح الخصال، وأنه ليس من الأمور الثقيلة التي اختصيتم بها. ثم ذكر تعالى حكمته في مشروعية الصيام فقال: لعلكم تتقون. فإن الصيام من أكبر أسباب التقوى، لأن فيه امتثال أمر الله واجتناب نهيه. فمما اشتمل عليه من التقوى أن الصائم يترك ما حرم الله عليه من الأكل والشرب والجماع ونحوها التي تميل إليها نفسه، متقرباً بذلك إلى الله، راجياً بتركها ثوابه، فهذا من التقوى. ومنها أن الصائم يدرب نفسه على مراقبة الله تعالى، فيترك ما تهوى نفسه مع قدرته عليه لعلمه باطلاع الله عليه. ومنها أن الصيام يضيق مجاري الشيطان، فإنه يجري من ابن آدم مجرى الدم، فبالصيام يضعف نفوذه وتقل منه المعاصي. ومنها أن الصائم في الغالب تكثر طاعته، والطاعات من خصال التقوى. ومنها أن الغني إذا ذاق ألم الجوع أوجب له ذلك مساواة الفقراء المعدمين، وهذا من خصال التقوى. ولما ذكر أنه فرض عليهم الصيام أخبر أنه أيام معدودات، أي قليلة في غاية السهولة، ثم سهل تسهيلا آخر فقال: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. وذلك للمشقة في الغالب رخص الله لهما في الفطر. ولما كان لابد من حصول مصلحة الصيام لكل مؤمن أمرهما أن يقضياه في أيام أخرى إذا زال المرض وانقضى السفر وحصلت الراحة. وفي قوله فعدة من أيام فيه دليل على أنه يقضي عدد أيام رمضان كاملا كان أو ناقصا، وعلى أنه يجوز أن يقضي أياما قصيرة باردة عن أيام طويلة حارة كالعكس. وقوله وعلى الذين يطيقونه، أي يطيقون الصيام، فدية عن كل يوم يفطرونه طعام مسكين، وهذا في ابتداء فرض الصيام لما كانوا غير معتادين للصيام، وكان فرضه حتما فيه مشقة عليهم. درجهم الرب الحكيم بأسهل طريق، وخير المطيق للصوم بين أن يصوم وهو أفضل أو يطعم، ولهذا قال: وأن تصوموا خير لكم. ثم بعد ذلك جعل الصيام حتما على المطيق وغير المطيق، وغير المطيق يفطر ويقضيه في أيام أخر. وقيل: وعلى الذين يطيقونه، أن يتكلفونه ويشق عليهم مشقة غير محتملة كالشيخ الكبير، فدية عن كل يوم مسكين، وهذا هو الصحيح. ثم قال تعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، أي الصوم المفروض عليكم هو شهر رمضان، الشهر العظيم الذي قد حصل، أي الشهر العظيم الذي قد حصل لكم فيه من الله الفضل العظيم، وهو القرآن الكريم المشتمل على الهداية لمصالحكم الدينية والدنيوية، وتبيين الحق بأوضح بيان، والفرقان بين الحق والباطل والهدى والضلال، وأهل السعادة وأهل الشقاوة. فحقيق بشهر هذا فضله، وهذا إحسان الله عليكم فيه، أن يكون موسما للعبادة مفروضا فيه الصيام. أحسنت، بارك الله فيك. هذه الآيات، الآية 83 بعد 100، هي ابتداء آيات الصيام من سورة البقرة، وبعدها الآية 84 85 86 87 إلى قوله: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم. وختمها كذلك: يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون. هذه آيات الصيام ومشروعيته في كتاب الله عز وجل. ويلاحظ أيها الإخوة أن آيات الصيام
جاءت بعد آيات القصاص وآيات الوصية، وهذا يبين فيه أهل العلم مناسبة الآيات لما قبلها. فجاءت الآيات: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى، ثم كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيراً الوصية للوالدين والأقربين، ثم جاء مشروعية الصيام. ما وجه التناسب بين القصاص والوصية والصيام؟ وكلها ترى بحرف الصاد. من حكمة الله جل وعلا أن يروض النفوس. القصاص فيه إتلاف للنفوس، نوع مشقة. الوصية إخراج المال، أيضا نوع مشقة. الصيام فيه نوع مشقة في الإمساك عن الطعام والشراب والجماع والمشتهيات. هذا وجه مما ذكره أهل العلم في مناسبة هذه الآيات لما قبلها. ويلاحظ أيضا أن هذه الآية أول ما ابتدأت بأداة النداء: يا أيها، وهذا أيضا فيه تهيئة للنفس وللأذن وللسماع. ولهذا قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: إذا سمعت الله يقول يا أيها الذين آمنوا فأصغي لها سمعك، فإنه خير تؤمر به أو شر تنهى عنه. حينما يأتي الإنسان، ولله المثل الأعلى، دائما ينادي ابنه أو الأستاذ ينادي تلميذه يا، تجد فيه انشداد للسماع واهتمام بما بعد يا، بما بعد النداء. كل ذلك تهيئة. ولهذا حقيقة تهيئة النفوس والقلوب والأرواح والعقول بل والأجساد قبل رمضان من ما كان يأتي به النبي صلى الله عليه وسلم. كان مثلا يصوم شعبان، تقول عائشة: ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخص شهرا من الصيام أو يكثر فيه الصيام كما يكون في شعبان. كله تهيئة للنفوس، حسن استقبال. النبي عليه الصلاة والسلام أيضا يبشر أصحابه بقدوم شهر رمضان: أتاكم رمضان، جاءكم رمضان، تفتح فيه أبواب الجنان، تغلق فيه أبواب النيران، وتصفد الشياطين، وينادي مناد: يا باغي الخير أقبل، ويا باغي الشر أقصر، ولله عتقاء من النار، وذلك كل ليلة. في حديث أبي هريرة رضي الله عنه الذي رواه الإمام أحمد والحاكم بسند صحيح، أن النبي عليه الصلاة والسلام خطب أمته، خطب أصحابه في آخر ليلة من شعبان، وقال: أيها الناس، قد أظلكم شهر كريم، شهر مبارك، كتب الله عليكم صيامه، جعل الله صيامه فريضة وقيام ليله تطوعا، إلى آخر الحديث، وإن كان قد تكلم في سنده بعض أهل العلم. فهذه تهيئة عن حسن استقبال رمضان، ينبغي أن يكون أولاً بالحمد والشكر لله عز وجل. هذه نعمة، أن بلغك الله ونسأ في أجلك وأمد في عمرك حتى تدرك رمضان. هذه نعمة يغفل عنها بعض الناس. النفوس تخالطها الماديات والشهوات والشبهات، وفي معترك الحياة كأن الإنسان آلة موارة، فتأتي هذه الفرصة لتكون تخفيف من الأعباء وفرصة للإقبال على الله جل وعلا بالعمل الصالح. قل: بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. فبلوغ رمضان نعمة من نعم الله عز وجل، ويدل عليه الحديث الذي في المسند أيضا في قصة الثلاثة الذين استشهد اثنان منهم وبقي واحد، ورؤي أنه أكثر منهم عملا وأرفع منهم درجة،
فسألوا النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أليس قد صلى بعدهم كذا وكذا فريضة وصام بعدهما كذا وكذا رمضان؟ قالوا: بلى. قال: فبذلك كان أفضل منهم. فهذه النعمة ينبغي أن يحمدها العبد ويشكرها لله جل وعلا. ثم أيضا التوبة إلى الله جل وعلا من الذنوب، سواء كانت في حقه سبحانه بتحقيق شروطها الثلاثة: الإقلاع عن الذنوب والمعاصي، الندم على فعلها، العزم على ألا يعود إليها مرة أخرى. رمضان فرصة لتقوية الإيمان، ولهذا ختمه بالحكمة: لعلكم تتقون. وشوف، ختم الصدر وختم العجوز، حتى الآية الأخيرة 87 كذلك: يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون. وفي البداية بالحكمة، في ختام الآية الأولى بالتقوى، وفي ختامها بالتقوى، دليل عظيم على أهمية هذه الفريضة وأنها سبب موصل إلى تقوى الله جل وعلا ورضوانه. كذلك أن يشعر المسلم بالسعادة والابتهاج وهو يستقبل هذا الشهر العظيم، فلا يضيق صدره، لا يستطيل أيامه، ولا يمل صيامه ولا قيامه، ولا يكثر أيضا من الضجر والقلق كما يعيش بعض الناس، كأن رمضان جبل جاثم على صدوره والعياذ بالله. أبدا، رمضان فرصة للإقبال على الله جل وعلا، ونعمة من نعم الله تبارك وتعالى على عباده. إذا رمضان أتى مقبلا فأقبل، فبالخير يستقبل، لعلك تخطئه قابلا وتدعو طويلا فلا تقبل. أتى رمضان مزرعة العباد لتطهير القلوب من الفساد، فأدِّ حقوقه قولا وفعلا وزادك فاتخذه للمعاد. فمن زرع الحبوب وما سقاها تأوه نادما يوم الحصاد. يا ذا الذي ما كفاه الذنب في رجب حتى عصى ربه في شهر شعبان، لقد أغلك شهر الصوم بعدهما فلا تصيره أيضا شهر عصيان. واتل القرآن ورتل فيه مجتهدا، فإنه شهر تسبيح وقرآن. وانظر إلى من صام في سلف أو من سلف من بين أهل وأصحاب وجيران، أفناهم الموت واستبقاك بعدهم حيا، فما أقرب القاصي من الدان. نعم، كم كان معنا في العام الماضي من أهل، من أقارب، من محبين، من جيران، من إخوة، أين هم الآن؟ فيا من من الله عليك ببلوغ الشهر الكريم، احمد الله واشكره، واجتهد في أن تجعله فرصة للتوبة والإنابة والإقبال على الله تبارك وتعالى. صدرت هذه الآية بآية أن بأداة النداء، ثم بشرف الإيمان. شرف الإيمان تهيئة أيضاً لما يزيد الإيمان في النفوس. يا أيها الذين آمنوا، هذا النداء الإيماني أيضاً فيه تهيئة للنفوس المؤمنين والمسلمين في سرعة الاستجابة وحسن الرغبة والانقياد للآمر سبحانه وتعالى، فإنه لا يأمر إلا فيه مصلحة، إلا فيه تحقيق المصلحة للعبد عاجلاً وآجلاً. سبب نزول هذه الآية: أخرج ابن سعد في طبقاته عن مجاهد رحمه الله قال: نزلت هذه الآية وهي قوله تعالى: وعلى الذين يطيقونه، في مولاي قيس بن السائب، وعلى الذين يطيقونه، فأفطر وأطعم عن كل يوم مسكينا. قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا، أي صدقوا
شرفهم بنداء الإيمان والتصديق، صدقوا بما جاء عن الله وجاء به رسوله صلى الله عليه وسلم وعملوا به، وناداهم بنداء الإيمان ليكون أشعر وأولى وأقرب إلى استماعهم ما يلقى عليهم من التكاليف. ولا شك أنه لو قال كتب عليكم الصيام قبل يا أيها الذين آمنوا لكان كافيا، لكنه سبحانه وتعالى، وهذا أوجه أو هذا وجه من أوجه الإعجاز البياني والبلاغي والبديع في كلام الله جل وعلا. كتب أي فرض وأوجب عليكم الصيام. لاحظوا البداية بالعامل قبل المعمول، هذه قاعدة في اللغة والبلاغة، أنه إذا تقدم العامل دليل على أهمية المعمول، يعني دليل على أهمية الأمر الذي سيأتي. ولله على الناس، يمكن يقول أيها الناس حجوا، لكن هذا الأسلوب في تقديم العامل دليل على تأكيد الأمر وأهميته. ولهذا لأهمية الصيام جاء بهذا الأسلوب القرآني واللغوي البديع. ثم بيّن سبحانه أنكم يا أمة محمد صلى الله عليه وسلم في شرعية الصيام لست بدعا من الرسل من الأمم. هنا قل ما كنت بدعا من الرسل، وهنا كما كتب على الذين من قبلكم. التشريعات في بعض ما أنزل على أمة محمد كان لمن كان قبلنا أيضا تشريع، ولكن هذه الأمة تختص بأن شريعتها أوفى وأكمل وأتم. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دين. كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، أي كتب عليكم كتابته وفرضيته والإلزام به وإيجابه، كما كتب وفرض على الأمم السابقة من الأنبياء من لدن آدم عليه السلام إلى عهدكم هذا. هذا وش فائدته؟ فائدته السلوى للناس، لأن بعض الناس قد يظن من أبناء هذه الأمة أن الصيام مشقة، وهو فعلا نوع مشقة، حبس الأنفس عن الطعام والشراب والشهوات والجماع ومقدماته ورغبات النفس، فيه شيء من إلجام النفس، فهو نوع من الشدة. الشدة ذي ليست عليكم، طبعا هي ليست الحقيقة، لا تعبر بالشدة، لأنه ليس في هذا الدين شدة، إنما نوع مشقة. وما كان الله ليعنت، أو الآية ولو شاء الله لأعنتكم، ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم. واللطيف أن آيات التيسير جاءت ضمن آيات الصيام، هذا دليل على أن الصيام يسر، وأن شريعة الإسلام كلها يسر، وأن أحكامه والعبادات فيه مبنية على اليسر ورفع الحرج. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، إذ لو كان الصيام عسيرا لمثلا كان إلى الفجر، ويمكن هذا لأن النبي عليه الصلاة والسلام شرع له الوصال وكان يواصل إلى الفجر، وقال من أراد منكم أن يواصل فليواصل إلى الفجر، لكن ذلك نسخ على الصحيح إلى وقت الغروب دفعا للمشقة. وأيضا كان الصيام في أول الأمر اللي يدخل عليه المغرب مثلا لا يجامع أهله إلى من الغد، فيسر هذا كما جاء في الآية أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، إلى قوله فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم. هذا من أوجه التيسير
في الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. هل صيامهم مثل صيامنا؟ لا، هو مثله في الفرض، مثله في الفرض لا في الكيفية، بل ولا حتى في الثواب، فثواب أمة محمد صلى الله عليه وسلم أكثر وأعظم. أعطيت أمتي 5 خصال في رمضان لم تعطهن أمة من الأمم قبلها: خلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك، ويزين الله كل يوم الجنة، ويغلق أبواب النيران، تصفد الشياطين، ويعتق في كل ليلة من النار ما شاء الله أن يعتق. هذه فرص. ويعتق في آخر ليلة من رمضان عدد ما أعتق من أول الشهر إلى آخره. فيا باغي الخير أقبل، ويا باغي الشر أقصر، ولله عتقاء من النار، وذلك كل ليلة. ما أجمل وأفضل أن يتقرب العباد في مثل هذا الشهر الكريم إلى ربهم، وأن يتجردوا ويتخلصوا من جميع الأعمال، ويتفرغوا لهذه العبادة العظيمة. فالصوم إذن عبادة قديمة، عبادة قديمة ليست لهذه الأمة فقط، وهي في الزمن الأول، وقد فرضه الله عليهم كما فرضه على هذه الأمة. وحكمة ذلك التأكيد على هذه الأمة والسلوى لها، وأنه كما كتب على من قبلكم يكتب عليكم. الصوم في اللغة الإمساك والكف، ومنه قوله تعالى في قصة مريم: إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. صوما عن الكلام والحديث، فدل على أن الصوم في اللغة مطلق الإمساك والكف، الكف عن الكلام، الكف عن الحديث، الكف عن أي أمر من الأمور، والإمساك عن، يعد صياما في اللغة. ومنه قول الشاعر: خيل صيام وخيل غير صائمة تحت العجاج وأخرى تعلك اللجوما. فالخيل حتى تصوم، تصوم عن السباق، عن الجري، عن الأكل، وفيه غير صائمة تحت العجاج وتعلك اللجوما. في الشرع تعريفه: إمساك بنية، إمساك بنية عن أشياء مخصوصة في وقت مخصوص من شخص مخصوص، ليس كل الناس. إمساك بنية، لاحظ إمساك كف لكنه بنية. ليه بنية؟ لأن عبادة. فلو أمسك الإنسان كما يمسك الناس ما تحقق له ثواب العبادة. والله جل وعلا أخبر أن الأعمال مبنية على النية والإرادة، وكما في حديث عمر رضي الله عنه: إنما الأعمال بالنيات. ومن القواعد المقررة في الشريعة: الأمور بمقاصدها، والنية تفرق العادات عن العبادات. فيجب أن يستحضر الصائم النية. هل لازم أن يستحضرها في كل يوم، أو يكفي من أول الشهر إلى آخره؟ هذا هو الصحيح الراجح إن شاء الله تعالى. عن أشياء مخصوصة، اللي هي المفطرات اللي ذكرها الفقهاء 7، المفطرات 7، 3 الأولى مجمع عليها، اللي هي الأكل والشرب والجماع. هذه باتفاق العلماء أن الصائم عليه ألا يأكل وألا يشرب وألا يجامع أهله. نعم، بقي 4، اللي هي إخراج المني من غير الجماع، مثلا القي، الحجامة، بقي الاكتحال والقطرات في العينين وفي الأنف، وهو السعوط. هذه كلها محل خلاف بين أهل العلم، ولا ندخل في الخلاف، لكننا
نؤكد على الصائمين أن الأحوط ألا يفعلوا شيئا من المفطرات المتفق عليها أو التي هي محل خلاف كالقطرة مثلا والاكتحال والحجامة لحديث أفطر الحاجم والمحجوم، لكن من اضطر إلى شيء منها فالحمد لله، الدين مبني على اليسر ولا يشق الإنسان على نفسه. الحمد لله جاءت الرخصة في الشريعة، وعلى الذين يطيقون فدية طعام مسكين. هل الآية محكمة ولا منسوخة؟ الصحيح أنها محكمة، وهو قول ابن عباس رضي الله عنهما، وأنها على الشيخ الكبير والمرأة التي لا تستطيع الصيام. قال العلماء رحمهم الله: في وقت مخصوص. وش هو الوقت المخصوص؟ من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، إلى غروب الشمس. والسنة أن يتسحر الصائم، تسحروا فإن في السحور بركة. ما الفرق بين السحور بالفتح والسحور بالضم؟ السحور بالفتح مادة الطعام، نوع الغذاء، الغذاء نفسه، وأما السحور فهو الفعل، يعني الوصف وتعاطي وجبة السحور بالضم هو السحور، وبالفتح الطعام. وبعض الناس الحقيقة اليوم يقعون في خطأ، وهو أنهم لا يتسحرون، أو أن بعضهم يبالغ مثلا في السحور ويترك الصلاة، أو حتى يبالغ في الإفطار بالموائد ويترك صلاة المغرب مثلا. فعلى المسلم أن يتقي الله وأن لا يغير من حكمة الله وفطرته في الخلق وفي الكون. الناس بعضهم اليوم انقلب ليلهم إلى نهار ونهارهم إلى ليل، فينبغي على الإنسان أنه يجتهد في العبادة، في الصلاة، في قيام الليل، في المحافظة على الأعمال الصالحة. وبعض الناس مثلا يتسحر العشاء، يكون مثلا في منتصف الليل، هل يكفي عن السحور؟ السنة تأخير السحور، فلو تعشى مثلا في منتصف الليل وأبقى مثلا اللبن مثلا ولا شيء من التمر والزبادي والماء إلى قرب الفجر فهذا حسن، لا بأس فيه إن شاء الله. وبعض الناس يزين الشيطان لهم تأخير الفطر، وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام كما في الحديث القدسي: أحب العباد إلى الله أعجلهم فطرا. بعض الناس يقول: لا ما أدري، يمكن المؤذن عجل ولا هل غابت الشمس. وبعضهم يقوم يتكلف: لا، الفطر يوم يفطر الناس والصوم يصوم الناس، وعلى المسلم أن يتحلى ويلتزم بالجماعة ويحذر من الشذوذ والخلاف والفرقة. قال الراغب: للصوم فائدتان، وقد جمعها الله بقوله لعلكم تتقون، بل فوائد. كون أن نقول فائدتان هذا قصور في حكمة مشروعية الصيام. ما شرعه الله جل وعلا إلا لحكمة علمها من علمها وجهلها من جهلها، وقد نعلم شيئا وتخفى عنا أشياء. كل هذا ما يعني تدل عليه آية: كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وهذا كما قلنا الختام في بيان الحكمة. ثم قال: أياما معدودات. وقبلها متى فرض الصيام؟ فرض الصيام، لاحظوا أن الصيام ترى ما فرض في بداية التشريع، فرض في وسط التشريع تقريبا. ولهذا لما تروض النفوس على العقيدة وعلى الإيمان وعلى الصلاة يأتي حبسها عن الطعام والشراب بالصيام، فتهيئة النفوس أن لا يكون في أول الأمر، وفعلا كان في وسط التشريع، وقد صام النبي صلى الله عليه وسلم 9 رمضانات.
عليه الصلاة والسلام. ما شروط وجوب الصيام؟ ذكر أهل العلم خمسة: الإسلام، فلا يجب على الكافر ولا يصح منه. الإسلام شرط من الشروط للصيام. الشرط الثاني البلوغ، فالصبي لا يجب عليه الصيام لكن يعود عليه، كما كان الصحابة رضي الله عنهم والسلف يعودون أبناءهم، والحمد لله نجد الأبناء الآن متعودين يصوم كما يصوم والداه وأهله، ويأتون للحرمين ويفطرون مع المسلمين. الصبي المميز أو المميز يدرب على الصيام، والصبي الصغير كذلك، فهذا الحمد لله من حسن التربية، لكنه لا يجب عليهم إلا بالبلوغ، بأحد علامات البلوغ المعروفة. الثالث العقل، فيخرج أن الصيام لا يجب على المجنون. المجنون رفع عنه القلم وبالتالي لا تكليف عليه، فلا يلزم بالعبادات. الشرط الرابع القدرة، القدرة الصحيح المقيم هو الذي يصوم، أما المريض والمسافر فقد رخص الشرع لهما. ولهذا نحن نقول: أيها المرضى، أيها المسافرون، يا من لا تستطيعون الصيام، يا من مثلا عندهم أمراض مزمنة، أمراض القلب، أمراض الكلى، الكبد، الأمراض الخطيرة، ومنهم مثلا السكري المضاعف إذا كان يؤثر على الصائم، فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها. إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يكره أن تؤتى معصيته، فالرخص مما سهله الله عز وجل على عباده. ولهذا المسافر لا ينبغي عليه أن يصوم، على خلاف بين أهل العلم في السفر والسفر الشاق وغيره، لكن جاء القرآن مطلق عام السفر: فمن كان منكم مريضا أو على سفر. ولاحظ قال على سفر، أيضا جت على سفر دليل على التأكيد أنه يا أيها المسافر لك الرخصة. يمكن أن يقول من كان مريضا أو مسافرا، ثم على سفر تزيد أن حتى الاستعداد للسفر يدخل الإنسان في حكم المسافر. ولهذا لو سافر ومشى وتجاوز البنيان كفاه إن شاء الله أن يترخص برخص السفر، فلا يشق الناس على أنفسهم. الصحابة رضي الله عنهم يسافرون مع النبي عليه الصلاة والسلام، منهم من يفطر ومنهم من يصوم، فأحيانا تكون الحاجة إلى أن يكونوا مفطرين. لما رأى النبي عليه الصلاة والسلام المفطرين في السفر يجهزون الخيام ويعدون المتاع، قال: ذهب الصائمون اليوم بالأجر، ذهب المفطرون اليوم بالأجر، لأن الصائمين كل من جالس إلا تحت شجره نائم، من هيك السفر. ولهذا لا يصح السفر مثلا، ولا يجوز للصيام مثلا للحاج في عرفة، لأن الصيام قد يضعفه عن استثمار هذا الموقف العظيم. فانظروا إلى سعة الشريعة. ولهذا نحن نقول للمسافرين: عليكم بهذه الرخصة. ويختلف الناس، أحد عنده قدرة قوة بدنية فهذا له حكم، وبعض الناس لا يستطيع، فهذا الأولى أن يأخذ بالرخص. إذن على الإنسان ألا يعنت نفسه، وإن كان مسافر أو مريض فإن الله خفف عليه ولله الحمد والمنة، فعدة من أيام أخر. واللي عنده مرض مزمن حتى بعد الأيام الأخر لا يستطيع، عليه أن يذهب إلى الإطعام، يطعم عن كل يوم مسكين، كل يوم مسكين مد من البر أو نصف صاع من غيره، سواء اللي هو كيلوين ونصف، كيلوين ونصف، يعطيها إما نيئة، وإما يعزم كم فقير مثلا في بيته ولا في المطعم على وجبة غدا ووجبة عشاء أو وجبة فطور ووجبة سحور، والحمد لله. يعني هذا من تيسير الله جل وعلا سبحانه وتعالى على عباده. بقي شرط خامس يذكره أهل العلم،
ألا يكون الإنسان معذورا. وش يخرج؟ الحائض والنفساء. قد تكون صحيحة وسليمة ومقيمة لكنها معذورة لأن هذا العذر الشرعي، فالحائض لا تصوم والنفساء لا تصوم وإنما تقضي، والحامل والمرضع كذلك إن كان يضر عليه الصيام فإنهما تفطران وتقضيان، وتزيد المرضع أنها تقضي وتطعم عن كل يوم مسكين. أو على سفر، عرفنا الحكمة بعلى سفر لو عزيمة السفر، فعدة من أيام أخرى ولو كان قصيرا السفر. والسفر ثلاثة أنواع: سفر طاعة وسفر معصية وسفر مباح، كلها على الصحيح من أقوال أهل العلم يجوز الترخص فيها. أما الأول سفر الطاعة بإجماع أهل العلم، وأما السفر المباح فعلى الصحيح من قولي العلماء، وكذلك عد سفر المعصية بعضهم يشدد فيه، لكن جاء الشرع أو على سفر. ونحن نقول للسفر الذي يسافر للمعصية اتق الله وتب إلى الله سبحانه وتعالى. وقرئ من القراءات فعدة، وقرئ هذه قراءة الجمهور، كان مريضا أو على سفر فمن كان منكم أول، شوف لاحظ التأكيد منكم، وجاء في الآية التي بعدها ومن كان مريضا، هذا فيه نوع تأكيد، وأيضا هو تكرار لتأكيد ذلك الحكم منكم، أيضا تأكيد للمكلفين وشرف لهذه الأمة المحمدية. فعدة قرئ فعدة، وهذه قراءة الجمهور، وقرئ عدة على تقدير فليصم عدة من أيام أخر. ألاحظ قال أخر ولم يقل متتابعات، وفي قراءة ابن مسعود متتابعات، لكنها قراءة شاذة. ولهذا من التيسير في الصيام والقضاء على سبيل الخصوص أنك إن تابعته فحسن، وإن فرقته فلا بأس، وإن أراد الصائم أن يختار الأيام الباردة فله ذلك، لكن لا يفرق. الأيام هذه نحن في 27 شعبان، أسئلة كثير من الناس: أنا علي قضاء من رمضان العام الماضي. وينك يا أخي؟ صح النوم، كيف تسهل عليك العبادة إلى أن تؤخرها إلى هذه الأوقات؟ تقول عائشة رضي الله عنها: كنت أؤخر صيام قضاء رمضان إلى شعبان لمكان رسول الله صلى الله عليه وسلم مني. شوف الأدب مع رسول الله، كانت لا تصوم لتقوم بواجب الخدمة لرسول الله عليه الصلاة والسلام. نعم، إذن قرئ فعدة وقرئ فعدة. وعن أبي عبيدة بن الجراح رضي الله عنه أنه قال: إن الله تعالى لم يرخص لكم في فطره وهو يريد أن يشق عليكم. هذا في الذين ألزموا في التتابع، والصحيح أنه ليس بلازم. وروي أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: علي أيام من رمضان، يجزئني أن أقضيها متفرقة؟ فقال له جواب جميل لطيف وواقعي: أرأيت لو كان عليك دين فقضيته الدرهم والدرهمين، فقضيته الدرهم والدرهمين، أما كان يجزئك؟ قال: نعم. قال: فالله أحق أن يعفو وأن يصفح. قوله تعالى: وعلى الذين يطيقونه، أن يقدرون على الصيام بأن لم يكن لهم عذر مرض أو سفر أو نحوه، والمعنى أي وعلى القادرين على الصوم إن أفطروا، ولهذا في تقدير محذوف، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، ها؟ إلى أن قول مثلا فأفطر، هذه في آية
ومن كان مريضا أو على سفر فأفطر فعدة من أيام أخر، وهنا فدية طعام مسكين أي جزاء وضمان قدر ما يأكله المسكين، وهذا أيضا من أوجه التيسير، واحد في اليوم الواحد، وسواء قدم ذلك مثلا للمرضى الذين يستمر مرضهم لا يرجى برؤه في أول الشهر أو في آخره. وكلما أبرأت ذمتك في أول الأمر فهو خير لك، حتى في الصلاة والصيام والقضاء وحقوق الله وحقوق العباد كلها احرص دائما فيها على التعجيل، وعجلت إليك ربي لترضى. قلت إن أهل العلم اختلفوا في هل هي محكمة أو منسوخة، والصواب أنها محكمة، وهو مذهب ابن عباس رضي الله عنهما وجمهور أهل العلم. القراءات في يطيقونه فيها أربع قراءات، قرأ الجمهور وعلى الذين يطيقونه، وقرأ عطاء عن ابن عباس وعلى الذين يطوقونه، وأنها ليست بمنسوخة وأنها للشيخ الكبير والمرأة الكبيرة. وقرأ ممن قرأ ذلك الإمام أحمد يطوقونه يطوقونه، وقرأ أيضا يطوقونه يطيقونه، وهذا ولله الحمد المنة من الساعة حتى في القراءات. والقراءة الصحيحة وعلى الذين يطيقونه، وهي قراءة الجمهور، وغيرها من القراءات ذكر أهل العلم أنها قراءات شاذة. وقراءات فدية طعام مسكين، قرئ فدية طعام مسكين بالتنوين، وقرئ بالمضاف والمضاف إليه فدية طعام مسكين، وقرئ مساكين طعام مساكين ومسكين، والفدية الجزاء والقدر الذي يخرجه الإنسان. وقد اختلف الفقهاء في مذاهب كثيرة في الفدية، والصواب ما دلت عليه السنة أنه مد من البر أو نصف صاع من غيره، وما يكفي لإشباع الفقير من الني أو من المطبوخ، تأخذ له وجبة نفر عليها قطعة لحمة أو جزء دجاجة، الحمد لله هذا فضل وخير. فمن تطوع، ها تطوع عن ماذا؟ تطوع عن الفدية أو بإخراج الفدية. وقيل إنها تطوع لأن الصيام أول ما شرع بالتخيير بين الإفطار والصيام، من تطوع خيرا فهو خير له في الصيام، إلى أن نزلت وأن تصوموا خير لكم فمن شهد منكم الشهر فليصم. إذن أول ما بدأ بالتخيير ثم بالتعيين والتحديد على الجميع إلا من شملتهم الأعذار كالمريض والمسافر والشيخ الكبير والمرأة الكبيرة. فمن تطوع، التطوع التبرع خيراً، فزاد في الفدية بدل ما شاء الله يخرج عن كل يوم مسكين أطعم 10 مساكين، نقول جزاك الله خير، من تطوع خيرا فهو خير له، بدل ما يخرج مد أخرج مثلا ما شاء الله كيس، جزاك الله خير. فمن تطوع خيرا فهو خير له، هذا في الفدية. والمعنى الثاني أن من تطوع خيرا بمعنى أنه صام، وذلك في أول الأمر قبل أن يأتي الإلزام، أما بعد أن جاء الإلزام فهو ملزم للجميع على التحديد والتعيين إلا من خصه الشرع. وأن تصوموا أيها المرخص لكم عن الإفطار، أو أيها
المكلفون في أول الأمر أن تصوموا خير لكم من الإفطار والفدية أو تطوع الخير. وقرأ أبي: والصوم خير لكم، وهي قراءة شاذة. إن كنتم تعلمون ما في الصوم من الفضيلة فصوموا، وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون، إن كنتم تعلمون. نعم، هذا ما ذكره أهل العلم في هذه الآية. ثم ذكر سبحانه: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، فمن تطوع فيها أيضا قراءة عيسى بن عمرو ويحيى بن ثابت وحمزة والكسائي: فمن يطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. وقرأ الباقون: فمن تطوع. ثم ذكر سبحانه: شهر رمضان، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. وقرئ شهر بالفتح على ماذا يعود؟ على أيام معدودات، هي شهر رمضان، أيام معدودات شهر رمضان. وشهر رمضان هي قراءة الجمهور على الرفع على الاستئناف. رمضان يجوز أن يقال رمضان، ويجوز أن يقال شهر رمضان. وكره بعض المالكية أن تقول رمضان حافة، يعني أدبا مع الشهر، لكن هذا منقوض بحديث أتاكم رمضان. نعم، فلا بأس إن شاء الله. شهر رمضان، لاحظوا، أيام معدودات تدل على أمرين: تدل على التيسير، تيسير، لأن بعض الناس يستثقل، وتدل أيضا على طبعا أن الله لم يكلف هذه الأمة ما يشق عليه. المشقة تجلب التيسير. وما جعل عليكم في الدين من حرج. وكذلك أيضا تطمين للنفوس وتسلية. ترى حنا يعني في الشرع فرضنا عليكم الصيام، لكن ما هو بالدهر كله، هو أيام معدودات. ولهذا ينبغي على الإنسان أن يصوم وهو مقبل، وأن يستقبل الشهر الكريم لا بالموائد والأسواق، أو يستقبل الشهر الكريم بالأفلام والمسلسلات الهابطة والتمثيليات الماجنة والتواصل مع مواقع الافتراءات والشائعات. صم حتى عن الجوال وعن التغريد في رمضان. أمسك المصحف في رمضان، عش مع كتاب الله. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، رسولنا عليه الصلاة والسلام غفر له ما تقدم من ذنبه، كان إذا دخل رمضان أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل فيدارسه القرآن. فلرسول الله صلى الله عليه وسلم حين يلقاه جبريل أجود بالخير من الروح، من الريح المرسلة. يا حسرة على كثير من الصائمين، نوم في النهار ثم مد السفر في الليل، وأفلام، قنوات فضائية، ومواقع التواصل، وغيبة ونميمة وشائعات وافتراءات وقيل وقال. من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. الصوم مدرسة، ليس فقط أنك تمسك عن الطعام والشراب، هذا سهل. إذن هو يربي النفس على ما هو أكبر من ذلك. فاحذروا أيها الإخوة الشيطان ومن معه وشياطين الإنس والجن الذين يريدون أن يفسدوا صيامكم. وليحذر الإنسان من القيل والقال والخوض في الكلام، بالذات في ولاة الأمر، في العلماء، في الأئمة، في أهل الفضل والخير. يمسك لسانه حتى لا تضيع عليه الحسنات. يحتاج الإنسان، ما يمكن أن يصل إلى هذا النعيم في دخول الجنان وأيضا في العتق من النيران إلا حينما يحقق الصيام على الوجه المشروع. إذا لم يكن في السمع مني تصاون، وفي بصري غض، وفي منطقي صمت، فصومي إذن، فحظي إذن من صومي الجوع والظمأ، فإن قلت إني صمت يوما فما صمت.
رب صائم حظه من صيامه الجوع والعطش والعياذ بالله. فعلى المسلم أن يحذر كل هذه الأمور ويصوم صوما حقيقيا يقبل على القرآن، على الالتزام بتعظيم مثلا المسجد الحرام والمسجد النبوي وبيوت الله عامة، أن يعرف لهذا الحرم قدره، فمثلا في الإفطار يحافظ على نظافته وعلى صيانة الحرم، ولنحافظ على النعمة. ليس المراد مد السفر ومد الموائد في رمضان، ولنحفظ ونحافظ على النعمة. وشهر رمضان شهر للترشيد والاقتصاد، وليس شهر الإسراف والهدر المادي والغذائي، فليتنبه المسلمون لذلك. كذلك الإقبال على الاعتكاف، وهو قطع العلائق عن الخلائق للاشتغال بعبادة الخالق، ولكن اعتكاف آخر زمن على بصحبة اللابتوب والتغريدات. وين الاعتكاف الصحيح؟ وهو الانقطاع عن الخلائق والعلائق والانشغال بعبادة الخالق. حتى ذكر أهل العلم أن المعتكف لو انشغل حتى بمجرد الكلام أن اعتكافه لا يصح. فعلى المسلم أن يتنبه لمثل هذه الأمور. وبهذه المناسبة أيضا نحن نذكر الإخوة الصائمين والطائفين في هذا المكان المبارك في بيت الله الحرام، أنه من دخول الشهر سيخصص المطاف للطائفين، لأن هذا هو التوجيه القرآني والمقتضى الشرعي، وطهر بيتي للطائفين. ولهذا وفقت هذه الدولة وأيضا أمير المنطقة وفقه الله بالتوجيه أن يكون صحن المطاف للطائفين، نوع من الترتيب والتنسيق. وهؤلاء قوم أكرمهم الله جل وعلا بأداء هذه الشعيرة، فنحن نكرمهم بعدم إيذائهم ومزاحمتهم، وأن نتيح المجال لهم وتتأخر الصلاة في المكبرية وفي أروقة المسجد الحرام وجنباته. وأما المعتكفون فهم في قبو المسجد الحرام وفي المسجد النبوي، في سطح المسجد النبوي، شيء من الترتيب والتنسيق والتنظيم الذي يحقق إن شاء الله أداء هذه المناسك والشعائر على الوجه المطلوب. قوله تعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، خاصية إنزال القرآن. شهر رمضان شهر عظيم من خصائصها أنه أنزل فيه القرآن. أنزل القرآن من بيت العزة إلى جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم أول شيء جملة واحدة، ثم نزل منجما على النبي صلى الله عليه وسلم على حسب الوقائع. شهر رمضان عرفنا أنه لا بأس أن يقول شهر رمضان ورمضان. أنزل فيه القرآن دليل على أن القرآن منزل غير مخلوق، فيه رد على الفرقة المخالفة لمنهج أهل السنة والجماعة. والقرآن اسم لهذا الكتاب، ثم بيّن صفاته أنه هدى للناس، إعرابها حال، أي حال كونه هدى للناس من الشرك والضلالة إلى التوحيد والإيمان، ومن الجهل إلى العلم. وحالة كونه أيضا آيات بينات، فيه هدى للناس وبينات من الهدى، أي آيات واضحات من أمر الدين والحلال والحرام والحدود والأحكام. ثم قال سبحانه: أعاد من الهدى والفرقان، تأكيد على الهداية وعلى الفرقان بين الحق والباطل. ثم قال سبحانه: فمن شهد، أي حضر، فمن شهد منكم الشهر فليصم. هذا فيه دليل على أن من شهد الشهر وجب عليه الصيام. كيف يثبت الشهر؟ قال أهل العلم والفقهاء بأحد ثلاثة أمور. الأمر الأول: إما الرؤية، صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته.
الثاني شهادة رجل أو إخبار رجل عدل أن الشهر دخل، فيصوم المسلمون برؤية هذا الرجل، لحديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: ترى الناس الهلال، فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم أني رأيته فصام وأمر الناس بصيامه. والعيد لابد من رجلين، شهادة رجلين عادلين، لأن الأول دخول الصيام أمره أسهل، لأن ما دخل بيقين لا يخرج إلا بيقين. ثم جاءت الآية الثالث طبعا إكمال العدة، إكمال عدة شعبان 30 يوما. ونحن المسلمون اليوم مكفيون بمثلا هيئة كبار العلماء، بمجلس القضاء الأعلى، ببيان الديوان الملكي يعلن للمسلمين أنه ثبت كذا كذا فيصوم الناس، فلا حاجة إلى الشذوذ والخلاف عن على الجماعة والخروج عنها. ثم قال: ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. هذا في آخر الشهر، تكبير العيد والشكر لله عز وجل على هذه النعمة. ثم جاءت آيات الدعاء في رمضان، تأكيد على أهمية الدعاء في رمضان، ولهذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يجتهد في الدعاء في رمضان ما لا يجتهد في غيره. ولهذا يجب علينا أيها الإخوة أن نجتهد في الدعاء، وأن نحقق آدابه من الإخلاص لله، وأن ندعو نحرص على المأثور، وأن ندعو بجوامع الكلم، وأن نعم بالدعاء خيري الدنيا والآخرة وما يحتاجه الإنسان والفرد والأمة والمجتمع، وأيضا عدم الاعتداء في الدعاء وعدم الإطالة بالنسبة للأئمة، إطالة تشق على الناس. وأما فيما بينه وبين الله فليجتهد في الدعاء في آناء الليل وأطراف النهار، وليحرص على أن يطيب مطعمه. ذكر النبي عليه الصلاة والسلام الرجل يطيل السفر، يمد يديه إلى السماء: يا رب يا رب، ومطعمه حرام، ومشربه حرام، وملبسه حرام، وغذي بالحرام، فأنى يستجاب له. فعلينا أن نحرص، لا سيما الأمة اليوم بحاجة إلى أن ندعو، بحاجة إلى أن نجتهد في الدعاء دعاء شاملا. ونحن الآن على أبواب الشهر الكريم وفي الشهر الكريم، وأن نجتهد في ذلك. واعلموا أن الدعاء أمره عظيم، سهام الليل لا تخطئ، ولكن لها أمد وللأمد انقضاء. أتهزأ بالدعاء وتزدريه ولم تدري ما صنع الدعاء؟ الدعاء أمره عظيم، ولهذا كان الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام وهم القدوة يكثرون من الدعاء. ولا تيأس أخي المسلم، لا تستطيل الدعاء أو تقول: دعوت ودعوت ولم يستجب لي. ما من مسلم يرفع يديه بالدعاء فإن الله يستحي من عباده أن يرفع عباده إليه أيديهم فيردها صفرا. وما من عبد يدعو الله بدعوة إلا حققها الله له، أو ادخرها في الآخرة في يوم هو أحوج ما يكون إليها، أو صرف عنه من السوء مثلها. فاللهم يا حي يا قيوم، يا ذا الجلال والإكرام، يا أكرم الأكرمين، ويا أرحم الراحمين، ويا أجود الأجودين، نسألك أن تبلغنا شهر رمضان المبارك. اللهم بلغنا شهر رمضان، اللهم بلغنا شهر رمضان، اللهم تقبله منا يا ذا الجلال والإكرام، وأعنا فيه على الصيام والقيام، واجعلنا ممن يصومه ويقومه إيمانا واحتسابا. اللهم ارزقنا فيه العتق من النيران، اللهم ارزقنا فيه العتق من النيران، نحن ووالدينا وجميع المسلمين، يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين.
اللهم سلمنا لرمضان وسلمه لنا وتسلمه منا متقبلا يا أرحم الراحمين. اللهم اجعله شهر نصر وعز وتمكين للإسلام والمسلمين. اللهم انصر فيه المستضعفين في كل مكان يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أعده علينا وعلى ولاة أمرنا وعلى بلادنا وعلى بلاد المسلمين بالخير والأمن والسلامة والإسلام والتوفيق لما تحبه وترضاه يا من إذا استعين أعان. اللهم حرِّر فيه مقدسات المسلمين، وأنقذ فيه المسجد الأقصى من براثن الصهاينة المعتدين المحتلين. اللهم اجعله شامخًا عزيزًا إلى يوم الدين. اللهم رُدَّ عنا فيه وعن المسلمين كيد الكائدين، وحقد الحاقدين، وحسد الحاسدين. اللهم احفظنا من شر الأشرار وكيد الفجار يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك وعبدك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون، ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم اجعل هذا الشهر المبارك جمعا لكلمة المسلمين على الكتاب والسنة يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اجمع قلوبهم على الكتاب والسنة يا ذا الفضل والعطاء والمنة. اللهم جنبهم المسالك والجماعات الضالة والمنحرفة يا حي يا قيوم. اللهم اكف المسلمين البدع والمخالفات والشرك والمحدثات، واجمعهم على كتابك وسنة نبيك صلى الله عليه وسلم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.